بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة. رفع صوتك شوي. نعم. صلى الله عليك. فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث أن جماعة من الصحابة سألوا عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. ففي جميع العبادات، الوضوء وغيره، يقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية فعلها حتى تكون موافقة للسنة، سليمة من المخالفة والبدعة. ففي هذا وجوب الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات وغيرها. فأجابهم المسؤول والصحابي الذي أجابهم بالفعل، علمهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل. ففي هذا التعليم بالفعل، لأنه أبلغ من التعليم بالقول. فهذا معنى قوله توضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضوءا يشبه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجوله تورا في ماء، والتور بالتاء إناء يقول المؤلف يشبه الطست. وفي قول آخر أنه هو الطست، فهو إناء يجعل فيه الماء، يكون من صهر وهو المعدن المعروف، ويكون من خشب، هذا هو التور. فأكفأ على يده من هذا التور ثلاثا، هذا فيه استحباب غسل الكفين في بداية الوضوء، وكما سبق إن كان قائما من نوم الليل فغسلهما واجب،
وإن كان غير قائم من نوم الليل فإنه يستحب غسلهما قبل الوضوء. وقوله أكفأ يعني أمال الإناء فغسلهما خارجه، خارج الإناء، ولا يغسلهما داخل الإناء. 3 مرات غسل كفيه، تثنية كف، والكف هو ما كان من مفصل الكوع، مفصل الكوع، الكوع هو المفصل الذي يجمع بين الكف والذراع، هذا هو الكوع. فالكف يراد به اليد، وهي هذا العضو الذي يأخذ الإنسان به ويعطي ويقبض، وهذه هو الكف. غسل كفيه 3 ثم تمضمض واستنشق 3 ب3 غرفات. سبق لنا معنى المضمضة ومعنى الاستنشاق. وفي هذا الحديث أنه يتمضمض ويستنشق ب3 غرفات. وهل المراد 3 غرفات للمضمضة و3 غرفات للاستنشاق فيكون المجموع 6 غرفات؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وقال بعضهم معنى ب3 غرفات أنه يقسم كل غرفة بين فمه وأنفه، يأخذ ماء بكفه فيتمضمض منه ويستنشق منه، ثم يأخذ ثانية ثم يتمضمض ويستنشق منه، ثم يأخذ الثالثة فيتمضمض منها ويستنشق. هذه 3 مرات ب3 غرفات، يقسم كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق، وهذه أحسن الصفات. ثم غسل يديه إلى المرفقين، غسل يديه إلى المرفقين 3 كما سبق. هذا فيه استحباب التثليث في غسل الأعضاء. غسل وجهه 3 غسل وجهه 3 كما سبق، ثم غسل يديه إلى المرفقين 3. هذا فيه استحباب التثليث في الوضوء، 3 3. ثم غسل رجليه 2 إلى الكعبين. هذا فيه أنه لا بأس أن يفاوت بين عدد الغسلات، فيغسل بعض أعضائه 3 ويغسل بعضها 2، لا بأس بالتفاوت بين عدد الغسلات في الأعضاء. فإن غسلها كلها 3 3 فهذه صفة واردة، وإن غسل بعضها 3 وبعضها 2 فهذه صفة أيضا واردة كما في هذا الحديث. وإن اقتصر على 1 كفى، وهذا هو الفرض. وقد ورد أو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه 1 ليبين الجواز، وأن هذا يكفي وما زاد عليه فهو مستحب. فالمرة الواحدة فرض، والمرتين فضيلة، والثلاث سنة، وما زاد على 3 فهو بدعة، ما زاد على 3 فهو بدعة، لأنه من الزيادة في العبادة، والزيادة في العبادة تكون بدعة. نعم. فهذا الحديث كما سبق فيه أولا السؤال عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء والعمل بها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه التعليم بالفعل، وهذا أبلغ. وثالثا فيه استحباب تكرار الغسل الأعضاء، تكرار المضمضة، تكرار الاستنشاق، تكرار غسل الوجه،
تكرار غسل اليدين، تكرار غسل الرجلين. وقال ومسح رأسه، مسح رأسه، هذا عملا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وهذا قبل غسل الرجلين، بعد غسل اليدين وقبل غسل الرجلين. وصفة المسح، مسح الرأس، وردت بها روايات. الرواية الأولى أنه يضع يديه مبلولتين بالماء، بماء جديد، بماء جديد غير بقية غسل، غير بقية الماء الذي غسل به يديه، غير بقية الماء الذي غسل به يديه، بل يأخذ ماء جديدا بأن يبل يديه بالماء ثم يضعهما على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. هذه صفة مسح الرأس. وورد العكس أنه يضعهما على مؤخر رأسه ثم يمرهما إلى مقدم رأسه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والحكمة في كونه يدبر بهما ويقبل، قالوا لأجل أن يمسح الشعر ظاهرا وباطنا، لأنه إذا أدبر بهما الشعر يكون انمسح ظهره دون باطنه، فإذا ردهما انمسح باطنه الذي كان في الأول منبسطا ولم يمسحه، فيكون مسح الشعر من جميع جوانبه. هذه هي الحكمة في الإقبال والإدبار، وهو عبارة عن مسحة واحدة لظاهر الشعر وباطنه. وفي رواية ثالثة أنه وضع يديه على الناصية، على مقدم الرأس أو على وسط الرأس، ثم ذهب بهما إلى ثم أقبل بهما إلى مقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو وسط الرأس، يضع يديه على وسط الرأس ثم يمرهما إلى المقدمة ثم يردهما إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو متوسط الرأس. هذه صفة أيضا. وإذا كان الإنسان له رأس طويل وقد ظفره، أو المرأة لها رأس طويل وجعلته ظفائر، فلا ينقض، لا ينقض، وإنما يمسح على ظاهره فقط، يمسح على ظاهره فقط ولا ينقض، ولا يمسح النازل، الشعر النازل لا يمسحه، وإنما من هذا المقدار من القفا إلى المقدمة، وما نزل فإنه لا يمسح، وما استرسل من الرأس. فهذا الحديث فيه، وفيه أيضا إضافة إلى ما سبق من الأحكام، الترتيب، الترتيب بين الأعضاء، ترتيب بين الأعضاء، بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين على هذا النمط. فلو خالف الترتيب لم يصح، لأنه مخالف لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلو غسل رجليه قبل أن يمسح رأسه مثلا لم يصح، أو غسل يديه قبل أن يغسل وجهه لم يصح، لا بد من هذا الترتيب الذي وردت به الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موافق لنظام الآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هكذا في الآية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الآية بفعله وتمشى على نظامها
في الوضوء، فدل على أن الترتيب واجب. وفيه أيضا الموالاة بين غسل الأعضاء، فلا يؤخر غسل عضو حتى ييبس الذي قبله، بل يوالي، حيث إذا فرغ من غسل عضو يغسل الذي بعده ولا يتأخر حتى ييبس العضو الذي قبله. وإن عرض له عارض أثناء الوضوء شغله عن الاستمرار، فإن كان هذا العارض طويلا بحيث يبست الأعضاء التي غسلها فإنه يستأنف، وإن كان العارض يسيرا ولا تزال الأعضاء رطبة فإنه يكمل، فإنه إذا زال العارض يكمل. فرضنا أنه بدأ يتوضأ ثم توقف الماء، راح يجيب ماء، يطلب ماء لأن الماء نفد اللي معه، فالموالاة ضابطها ألا ينشف العضو الذي قبل، فإن نشف العضو الذي قبل فاتت الموالاة، فلا بد من الاستئناف. وفي الحديث أيضا استحباب تكرار غسل الوجه وتكرار غسل الكفين ثلاثا والمضمضة والتثليث، فيه التثليث، استحباب التثليث في هذه الأمور. وفي الحديث أيضا أنه لا يلزم أن يستعمل التثليث في كل الأعضاء، لأنه غسل رجليه مرتين، بينما استنشاقه وبينما مضمضته واستنشاقه وغسل وجهه وغسل يديه ثلاثا ثلاثا، وغسل الرجلين مرتين، فدل على أنه لا يلزم التثليث في كل الأعضاء. فلو غسل بعضها ثلاثا، بعضها مرتين، وبعضها مرة واحدة أجزأ ذلك، فإنه يجزئ ذلك. وفيه أن مسح الرأس مرة واحدة، أن مسح الرأس يكون مرة واحدة على الصفة التي ذكرها في الحديث. وفيه أنه لا بد من مسح جميع الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة عمم رأسه، وضع يديه مبلولتين بالماء وأمرهما على رأسه، هذا يدل على أنه يجب مسح جميع الرأس، فلو مسح بعضه لم يجزي، خلافاً لمن أجاز ذلك. وإذا كان على الرأس عمامة ثابتة، يشق نزعها، فإنه يمسح على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العمائم، كما يأتي في باب المسح على الخفين، وذلك تيسيرا على الناس. قالوا ومثله المرأة إذا لبست الخمار وثبتته على رأسها وأدارته من تحت الحنك، وثبتته وصار يشق نزعه، فإنها تمسح عليه بدل المسح على الرأس، تيسيرا على الأمة. أما العمامة التي لا تثبت والخمار الذي لا يثبت فهذا ينزع ويمسح الرأس مباشرة. نعم. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه. نعم. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. ثم غسل رجليه. لا، قبل. فغسله. ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين. نعم. وفيه أن الغسل، غسل اليدين والرجلين إلى الحد الذي ذكره الله، إيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، والمرافق داخلة في المغسول والكعبان داخلان في المغسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما، فالغاية داخلة في المغيى كما سبق. نعم. ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. نعم. ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه
حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة من الصفة الواردة في مسح الرأس. نعم. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. هذه الرواية تدل على أن الذي توضأ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما الرواية الأولى في أصل الحديث أن الذي توضأ صحابي يعلمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. التور شبه الطست. نعم. التور إناء، التور إناء يصنع من الخشب أو من الصفر أو من أي مادة يوضع فيه الماء، ماء الوضوء. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، حديث عائشة هذا ساقه المصنف ليبين أنه يستحب التيمم في الوضوء، يستحب التيمم في الوضوء، فيغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى. فالتيامن وهو البداءة بالميامن، وكذلك في الاغتسال يبدأ بشقه الأيمن قبل الأيسر. فالتيامن في الطهارة أي البداءة بالميامن هذا سنة، سنة وليس واجبا. نعم. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، أي يستحب التيامن. والتيامن هو تقديم الميامن، هذا هو التيامن، تقديم الرجل اليمنى أو اليد اليمنى. في تنعله أي لبسه للنعلين، إذا أراد أن يلبس النعلين أو الخفين فإنه يلبس الرجل اليمنى أولاً ثم اليسرى. وأما الخلع إذا أراد أن يخلع النعلين فإنه يبدأ بالرجل اليسرى فيخلع اليسرى أولاً ثم يخلع اليمنى. وترجله، ترجل هو تسريح الشعر، شعر الرأس، ترجل تسريح شعر الرأس. وكان له صلى الله عليه وسلم رأس، كان يغذي رأسه عليه الصلاة والسلام، وكان يعتني به ولا يتركه شعثا، بل كان يرجله أي يسرحه ويفرقه، فله عناية به صلى الله عليه وسلم. وكان رأسه إلى كتفيه، له لمة إلى الكتفين عليه الصلاة والسلام. فاتخاذ الرأس على الصفة الواردة في الحديث سنة، إذا كان الإنسان يتخذه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعتني به وينظفه ويسرحه فهو سنة. أما إن كان يتخذه على الصفة التي عليها أهل الفسق أو الكفار هذا لا يجوز، تشبه بقوم فهو منهم. فالمدار على النيات والمقاصد، فمن غذى رأسه يتشبه على ما يقولون بالخنافس أو بالفساق أو الكفرة فإنه يأثم بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم. أما من يغذي رأسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يعرف السنة حتى يتبعها في تغذية الرأس، لا بد أن يعرف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيمتثلها ويتمشى عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله، يعني في تسريح شعره، فيبدأ بالجانب الأيمن من رأسه ويسرحه، ثم بعد ذلك الجانب الأيسر، هذا في ترجله وطهوره، وهذا محل الشاهد.
طهوره بضم الطاء أي في تطهره، مصدر بضم الطاء مصدر أي في تطهره، فكان يقدم الميامن من أعضائه على الميسر، والأيمن من جسمه على الأيسر في الاغتسال. هذا معنى التيامن في طهوره، في طهوره. أما الطهور بضم الطاء بفتح الطاء فهو الماء، أنزلنا وأنزلنا عليكم وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا أي مطهرا. الطهور هو الماء، وأما الطهور بالضم فهو مصدر تطهر يتطهر طهورا. ومثله الوقود والوقود، الوقود الحطب، وقودها الناس والحجارة أي حطبها. وأما الوقود فهو مصدر الاشتعال، وقود، نعم. وكذلك ما كان من هذا، كذلك ما كان من هذا الباب، الفتح والضم، فعول أو فعول في طهوره، يعجبه التيامن في ترجله وفي تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، في شأنه كله يعجبه التيامن. فعند الدخول في المنزل يقدم رجله اليمنى، عند الدخول في المسجد، عند الدخول في المسجد يقدم رجله اليمنى، وعند الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى. فما كان من شأنه التجمل فإنه يقدم اليمنى فيه، دخوله وخروجه وأخذه وإعطائه، يأخذ باليمنى ويعطي الناس باليمنى ويسلم باليمنى، كل ما كان من شأنه التجمل والفعل الطيب فإنه يقدم اليمين، وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم اليسرى لإزالة الأذى. فإذا أراد أن يدخل الحمام أو الحش يقدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج قدم رجله اليمنى على العكس، هذا يراد منه إزالة الأذى مستقدر. كذلك الامتخاط، إذا أراد أن يمتخط يخرج من أنفه الإفرازات فإنه يستعمل اليسرى لإزالة الأذى، يستعمل يده اليسرى ولا يستعمل يده اليمنى. وكذلك في الاستنجاء، استنجي بيده اليسرى. فما كان من شأنه النظافة والتجمل والفعل الطيب يقدم رجله اليمنى أو يده اليمنى، وما كان من شأنه إزالة الأذى فإنه يقدم اليسرى. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي قولها وفي شأنه كله ليس على إطلاقه، في شأنه كله مما الشأن فيه التجمل والطيب، وأما ما كان من شأن إزالة الأذى فإنه يقدم فيه اليسرى من اليد أو الرجل. هذا الأدب الشرعي في هذه الأمور، والشاهد هو في طهوره، أنه كان يعجبه التيامن في طهوره. أعيد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، هذا كما عرفنا. نعم. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا فيه يعني من ناحية الوضوء البداء بالميامن، البداء بالميامن من الأعضاء، يضاف إلى الحديث السابقة. نعم. عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين،
ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه برواياته الثلاث، برواياته الثلاث، أن هذه الأمة يوم القيامة يدعون غراً محجلين من آثار الوضوء، وأن الحلية تبلغ، الحلية التي يحلون بها يوم القيامة تبلغ مبلغ الوضوء. فهذا الحديث فيه فضل الوضوء، فيه فضل الوضوء، وهو عبادة عظيمة وطهارة عظيمة، وأن آثاره يوم القيامة تكون نوراً، تكون نوراً يعرف به أهل الوضوء من بين الخلق. وقوله عن نعيم المجمر، المجمر قالوا لأنه كان يجمر المسجد، بمعنى يبخر المسجد، فسمي بالمجمر من أجل هذا، وكان أبوه قبله يفعل ذلك. فالمجمر معناه الذي يجمر المسجد بالبخور. وهذا الحديث فيه فضل الوضوء كما ذكرنا، وأن آثاره تكون نوراً يوم القيامة على المسلم. والغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في أقدام الفرس. فالغرة والتحجيل البياض، هذا في الدنيا، البياض الذي يكون في جبهة الفرس وفي قوائمها. المؤمنون يوم القيامة يتميزون، الذين يتوضؤون في الدنيا للصلاة يتطهرون، يصير آثار هذا الوضوء نوراً يوم القيامة، يعرفون به ويتميزون به عن غيرهم. فهذا فيه فضل الوضوء، وأنه في يوم القيامة تكون آثاره على المتوضئين نوراً يتلألأ وجمالاً يتميزون به بآثار الطاعة والعبادة. فأبو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث أو سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للناس، بلغه للناس ليستبشروا به وليفرحوا به وليعتنوا بالوضوء حتى يحصلوا على هذه الفضيلة. وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، وكان أبو هريرة يغسل حتى يشرع في العضد اليدين، ويغسل الرجلين حتى يشرع في الساق، هل هذا من هو المقصود في الحديث أنه يزيد على غسل أنه يزيد على المرفقين ويغسل العضد، ويزيد على الكعبين ويغسل الساق أو بعض الساق، هل هذا هو المقصود، أو هذا فهم فهمه أبو هريرة رضي الله عنه؟ على قولين، من العلماء من يقول هذا مرفوع، قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحديث، فيستحب أن يزيد الإنسان في غسل وجهه، فيغسل شيئا من رأسه، يغسل الناصية مع الوجه، ويزيد في غسل اليدين فيغسل العضد أو بعض العضد، ويزيد في غسل الرجلين فيغسل من الساق ويرفع الغسل فوق الكعبين، بناء على أن هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يزاد على الحد المفروض، فلا يزاد في غسل الوجه عن الحد المشروع،
ولا يزاد في غسل الرجلين واليدين عن المرافق والكعبين، لأن هذا هو التحديد الذي جاء في الآية، هو التحديد الذي جاء في الآية، فلا يزاد عليه. وأما قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، فهذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث، والمدرج هو ما كان من كلام الصحابي، من كلام الراوي. المدرج عند أهل، عند علماء الحديث وفي الاصطلاح أو المصطلح، هو ما كان من كلام الراوي، فيكون قوله فمن استطاع منكم هذا من كلام الراوي أبي هريرة، فيكون مدرجا في الحديث، يكون مدرجا في الحديث. وعلى فرض أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، على فرض أن هذا من كلام الرسول، فليس المراد به الزيادة في الغسل، وإنما المراد به المداومة على الوضوء والطهارة، المداومة على الوضوء والطهارة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة، وذهب إليه الإمام مالك وأحمد، ذهب إليه جماعة من المحققين، أنه لا يزاد في غسل الوجه عن الحد، عن حدود الوجه، ولا يزاد في غسل اليدين والرجلين عن المرفقين والكعبين. وأما من استطاع فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، أو أن المراد به المداومة على الوضوء حتى يحصل المسلم على هذه الميزة العظيمة. وهذا هو الراجح، الراجح أنه لا يزاد على، وأن هذا مدرج من كلام أبي هريرة كما ذكره المحققون من أهل العلم، مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وفي لفظ لمسلم. ثم يبقى البحث، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو أنه مشروع للأمم السابقة؟ على قولين، قول الأول أنه من خصائص هذه الأمة، لأنه جعله ميزة لها يوم القيامة. والقول الثاني أن الوضوء عام لجميع الأنبياء وجميع المسلمين في كل عصر، ولكن الخاص بهذه الأمة هو الغرة والتحجيل فقط، وأما الوضوء فهو مشروع لجميع المسلمين في كل وقت. نعم. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. سمعت خليلي يقول أبو هريرة رضي الله عنه، سمعت خليلي، والخليل مأخوذ من الخلة وهي المحبة، مأخوذ من الخلة وهي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة لها درجات عشر، أعلاها الخلة، أعلاها الخلة. والله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، فلم يحصل على هذه المرتبة من محبة الله إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وأما بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين فإن الله يحبهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، لكن لم يبلغوا في المحبة إلى درجة الخلة، لم يبلغوا إلى درجة الخلة، إنما حصل عليها هذان الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. اتخذ الله إبراهيم خليلا، أي محبوبا له تعالى، بلغ أعلى درجات المحبة. والخلة لا تقبل الاشتراك، الخلة ما تتخذ خليلين، ما يكون إلا خليل واحد فقط، ما تتخذ خليلين أو ثلاثة أخلة أو أربعة، ما تقبل الاشتراك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
ولكن صاحبكم خليل الله، فلا يقبل الاشتراك، لا يقبل الاشتراك. ولهذا لما ولد لإبراهيم الولد على الكبر وأخذ شعبة من قلبه بالمحبة ابتلاه الله بذبحه، ابتلاه الله بأن أمره بذبحه، فأراد أن ينفذ لأنه أراد أن يبتحنه ويختبره، فأمره بذبحه. فلما أقدم على ذبحه دل على خالص محبته لله عز وجل، وأنه قدم محبة الله على محبة الولد، فنجح في الامتحان عليه الصلاة والسلام وصار خليل الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ما الذي منعه؟ لكن صاحبكم خليل الله. الذي منعه أن محمدا صلى الله عليه وسلم خليل الله، فلا يتخذ خليلا آخر. وأما أن أبا هريرة أو غيره من الصحابة يقول خليلي رسول الله، فلا مانع من ذلك، لكن الرسول ليس له خليل من الخلق، ليس له خليل إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول لا يتخذ خليلا غير الله، وأما الصحابة وأما المؤمنون فيتخذون الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا لهم، بمعنى أنهم يحبونه أشد المحبة وأعلى المحبة. هذا معنى أوصاني أمر سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: تبلغ الحلية. هذه فائدة ثانية من فوائد الوضوء، أن المتوضئين يحلون يوم القيامة، وتكون حلاهم أو يكون حليهم بقدر مواضع الوضوء من أعضائهم، فدل هذا على فضل الوضوء. وأهل الجنة يحلون يوم القيامة، يلبسون الحلي والأساور ويلبسون الثياب الخضر، وهذا في الجنة يحلون فيها من أساور من فضة، يحلون فيها من أساور من فضة، ويحلون بالذهب أيضا. إنما التحلي بالذهب للرجال ممنوع في الدنيا، وأما في الآخرة فيلبسون الذهب يتحلون به، وأما في الدنيا فالرجال لا يلبسون الذهب. من لبس الذهب في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يحرم منه يوم القيامة. فهذا فيه فائدة ثانية، وهي أن الوضوء تكون آثاره يوم القيامة حلياً يتحلون به ويعرفون به. نعم. باب دخول الخلاء والاستطابة. يكفي هذا، نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: السواك هل يكون باليمنى أم بالشمال؟ السواك يكون باليد اليسرى، لأنه إزالة أذى، لأنه من إزالة الأذى فيمسكه باليد اليسرى. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يكون التيمم في الغسل؟ يبدأ بشقه الأيمن، يغسل رأسه ثم يغسل جانبه الأيمن ثم يغسل جانبه الأيسر. نعم. فضيلة الشيخ، هل يصح أن يقال إن لبس الساعة في اليمين سنة استناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها؟ الساعة لم تلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، شيء حادث، شيء جديد. وإنما الذي كان يلبس الخاتم، إنما الذي كان يلبس الخاتم، هذا الذي كان يلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ خاتماً من فضة، ونهى عن تختم بالذهب للرجال، وكانوا يلبسونه في اليد اليسرى، كانوا يلبسونه في اليد اليسرى، ومن لبسه باليد اليمنى فلا بأس، لا بأس أنه يلبسه باليد اليمنى. والذي ينبغي إن الإنسان لا يخرج عن المألوف في بلده، إذا كانوا يلبسون الخاتم في اليسرى يلبس في اليسرى، إذا كانوا يلبسونه في اليمنى يلبس في اليمنى ولا يخالفهم، لأن الأمر في هذا واسع. وأما الساعة فهي شيء جديد، ولم أول ما ظهرت كرهها كثير من العلماء، لأنها من الأساور
يقولون هذا مثل الأساور، وهذه الأساور للنساء، كرهوا لبس الساعة أول ما ظهرت، ثم لما كثرت وكثر ما يلبسونها سكتوا وتساهلوا فيها، فهي من المباحات، هي من المباحات، وتلبسها على عادة المجتمع الذي أنت تعيش فيه، ولا تخالف المجتمع في هذا فتكون شهرة بينهم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم غسل الوجه باليد الواحدة وهل هو الأفضل؟ لا، ما هو بالأفضل، يجوز تغسل وجهك بيد واحدة أو بيديك، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ، هل للإمام إمام المسجد أن يوكل لحضور هذا الدرس؟ نعم، إذا وجد من يكفي، إذا وجد من يكفي للنيابة فيوكل لحضور الدروس ليستفيد وليفيد، يستفيد هو وليفيد غيره. نعم. فضيلة الشيخ، هل غسل الأذنين سنة أم واجب أم بدعة؟ مسح الأذنين الثابت والوارد، مسح الأذنين من الداخل والخارج، إذا مسح رأسه فإنه يدخل أصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه، يعني في الخرقين، في خروق الأذنين، ويجعل إبهاميه على الإطار من الخارج، ثم يديرهما فيمسحهما من الخارج بالإبهام، ويمسحهما من الداخل بالسبابة، وهما من الرأس، وبعض العلماء يقول هما من الوجه، والصحيح أنهما من الرأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تعارضت الأحاديث في الظاهر في البداءة باليمين أو بالأكبر، وذلك في السقاية. نعم. يقول السائل: تعارضت الأحاديث في الظاهر في البداءة باليمين أو بالأكبر، أو بالأكبر. شو الأكبر؟ الأكبر في السن، يعني قصده في غير الوضوء، يعني. اي نعم. احنا نتكلم في الوضوء الحين، هو راح بنا للمجالس. نعم، الجالس اذا اخذ شيئا وشرب او اخذ الطيب فانه يعطيه من على يمينه، اذا فرغ منه هو يعطيه من على يمينه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب عليه الصلاه والسلام، وكان على يمينه اعرابي وعلى يساره ابو بكر الصديق، فأعطى الأعرابي عن يمينه وقال عليه الصلاة والسلام: هذا هو السنة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فيعطي من على يمينه. نعم. فضيلة الشيخ، الجبيرة إذا وضعت على غير طهارة، نعم، الجبيرة إذا وضعت على غير طهارة فكيف يكون حال الوضوء؟ صحيح أنه ما يشترط الطهارة لبس الجبيرة، فلو لبسها وهو على غير طهارة فإنه يمسح عليها، ولا يشترط المس على الخفين والمس على العمامة، والذي يشترط له أن يلبسها على طهارة، أما الجبيرة فلا يشترط على الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ، هل يدل قوله تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء على صحة تفسير أبي هريرة رضي الله عنه في إطالة الغرة، حيث قال: حيث يبلغ الوضوء؟ يبلغ الوضوء يعني الحد الذي شرعه الله، حيث يبلغ الوضوء أي إلى الحد الذي شرعه الله، ولا يدل على الزيادة. نعم. فضيلة الشيخ، هل في قول أبي هريرة رضي الله عنه سمعت خليلي دليل على صحة أن يقول الشخص قال خليلي، ويقصد بذلك الله جل شأنه؟ لا، ما يقصد الله جل وعلا، الله لم يتخذه خليلا، ما اتخذ إلا محمدا وإبراهيم، فلا يقول الله خليلي، هذا شيء خاص بالنبيين الكريمين فقط، أما أن يقول خليلي فلان فلا بأس، ويقول خليلي رسول الله فلا بأس،
فلا أحد يساوي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن، فهو خليل المؤمن، لأنه لا أحد يساوي الرسول صلى الله عليه وسلم في محبة العبد له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، فتقول خليلي رسول الله، أما أن تقول خليلي الله فهذا افتراء على الله، لأن الله لم يتخذك خليلا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن يبدأ بالاستنشاق قبل المضمضة؟ يجوز أن يبدأ بالاستنشاق قبل المضمضة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي وساوس كثيرة حتى وأنا في الصلاة، وهي لا تفارقني دائما، فأرجو نصيحتي. نعم، الوساوس تحصل وهي من الشيطان، والله سمى الشيطان بالوسواس الخناس. الوساوس إنما تحصل بالغفلة عن ذكر الله، إنما تحصل بالغفلة عن ذكر الله، فأكثر من ذكر الله والاستعاذة من الشيطان، وأكثر من تلاوة القرآن، وأكثر من الدعاء، ولا تلتفت إلى الوساوس، ولا تهتم بها، ولا تشغلك أبداً، واعتبرها كأنها غير موجودة، ثم تنقطع عنك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تطويل الشعر مع العناية به ولبس الخاتم والحجامة سنن لكونه صلى الله عليه وسلم فعلها؟ الحجامة ما هي بسنة، مباحة. الحجامة دواء، علاج إذا احتجت إليه فهو من العلاج المباح، ولا يقال أنه سنة. وأما تغذية الرأس على الصفة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها فهو سنة، على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها سنة. والإمام أحمد يقول رحمه الله إن 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 اتخاذ الرأس سنة، ويقول: ولو نقدر عليه لاتخذنا، لو نقدر على إصلاحه وتعاهده لاتخذناه، فهو سنة. والخاتم مباح، ليس سنة، مباح، إن احتجته تلبسه، لأن الملابس مباحة، ما يقال إنها سنة، ألا يقال يباح لك تلبس البشت، يسن لك تلبس البشت، أو يسن لك تلبس الإزار والرداء؟ هذه الملابس من الأمور المباحة، وهي تختلف باختلاف المجتمعات والعادات التي لا تخرج عن الشرع، ومنه الخاتم، فالخاتم لبسه من المباحات، وإذا احتجت إليه تلبسه. نعم. ولبس العمامة أيضا من المباحات، ليس سنة كما يقول بعضهم، إنما هو من المباحات، إن شئت تلبس عمامة، تلبس شماغ، تلبس غترة، هذا من المباحات، ما في شيء مسنون. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الواجب في اتباع الإمام في الركوع والسجود، أما السلام فلا يجب فيه اتباعه، فهل هذا صحيح؟ أما السلام لا يجب فيه الاتباع، ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به، فيكبر معه تكبيرة الإحرام، ويدخل في الصلاة، ويتابعه في أفعال الصلاة، ويسلم معه إذا سلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بين الشباب اتفاق على صيام يوم. يكفي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بين الشباب اتفاق على صيام يوم لكي يوحدوا الدعاء على بعض الأعداء، فما حكم ذلك؟ هذا بدعة. الاتفاق على صيام يوم هذا بدعة، والدعاء ما هو لازم يكونوا صائمين، يدعون في الركوع والسجود والصلاة وخارج الصلاة وفي صلاة الليل وفي قنوت الوتر، وفي يدعون عليه ولو لم يكونوا صائمين.
نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة انتشار بعض الرسائل عبر الهاتف الجوال. بعض إيش؟ بعض الرسائل عبر الهاتف الجوال. نعم. ومن ذلك أننا سنوحد الدعاء على الأعداء فجر هذا اليوم. وكذلك يقول إن هناك رؤيا صالحة تدعو أهالي الخليج. إن هناك رؤيا صالحة. رؤيا صالحة. إي. تدعو أهالي الخليج لقراءة سورة الأنعام الليلة. الليلة. السؤال: هل يجوز اعتقاد ونشر مثل هذه الكلمات؟ لا، هذه يجب رفضها ويجب إنكارها، لأنها بدع. لأنها من البدع، والمبتدعة يروجون البدع بأي وسيلة، وسمحت لهم الجوالات هذه وصاروا ينشرون فيها البدع، فاحذروهم وحذروا من هذا. ولا والرؤيا لا يشرع فيها أحكام، الرؤيا لا يشرع فيها أحكام، يقال يستحب كذا بموجب الرؤيا التي رؤيت، أو يجب كذا، أو افعلوا كذا. ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع. فاللي يجي يقول للناس افعلوا كذا، أنا رأيت كذا، افعلوا في يوم كذا، اقرأوا سورة كذا، هذا من البدع المحدثة، فاحذروها. والدعاء ما يحتاج اتفاق، الدعاء كل مسلم يدعو ولا يحتاج اتفاق، كل مسلم يدعو حسب ما يتيسر له. نعم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض النساء يضعن على رؤوسهن شبكة تغطي الرأس كله لكي يحافظن على تسريحة الشعر، فهل لهن المسح على هذه الشبكة؟ يحافظن على الشبكة ويضيعن الوضوء، ما يصلح هذا ولا يجوز. يزيلن الشبكة ويمسحن على رؤوسهن، لأن المسح فرض، فرض من فروض الوضوء. يزيل الشبكة ويمسحن على الرأس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إنني أشكو من التهابات، يقول السائل: أشكو من التهابات بالجيوب الأنفية، فبعض الأحيان لا أستطيع أن أدخل الماء إلى أنفي، فهل يعتبر وضوئي صحيح؟ وكذلك لا أستطيع أن أمسح أذني لهذا السبب. إذا كان يتضرر الأنف، قالك الطبيب إن الأنف يتضرر من الماء، أو إن إذنك تتضرر، أو العضو يتضرر، فجنبه الماء وتيمم، تجنبه الماء وتيمم بدلاً عن غسل العضو، إذا لم يكن عليه جبيرة أو يكن عليه ضماد. أما إن كان عليه ضماد فتمسح على الضماد الذي عليه يكفي. أما إذا كان ما فيه وصية من الطبيب إن الماء يضر الأنف، فيجب عليك الاستنشاق بقدر الاستطاعة، تدخل الماء إلى أنفك بقدر الاستطاعة، ولو لم تبالغ في جذبه، إذا كان تحس منه بشيء أو بألم فلا تبالغ في جذبه، المهم أنك تدخل الماء فيه وتخرجه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول: أنا شاب أعيش بين الرافضة، وأذهب معهم وآكل وأشرب وأصاحبهم، علما بأنهم لا يتكلمون أمامي في أمور الدين، ولم يحصل أن سبوا صحابيا وأنا موجود، فما حكم مصاحبتي لهم؟ أفيدوني. لا تصاحبهم، انتقل عنهم، جعل الله السعة في الأرض والأرزاق، فلا تبقى معهم وتصاحبهم، انتقل عنهم، إن كنت موظف انتقل إلى عمل آخر ولا تبقى معهم، وإن كنت من مجالسيهم ومن مخالطيهم ابتعد عنهم، لا تخالطهم ولا تجلس، لأنهم يؤثرون عليك ولو على المدى البعيد، وتأثم أيضاً بمجالستهم ومصاحبتهم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة
تتعب في الحمل والولادة، تلد أولادها بعملية قيصرية، فهل لها أن تستعمل مانعا للحمل أكثر من سنتين كأربع أو خمس أم لا يجوز؟ إذا قرر الأطباء أن الحمل يضر عليها في فترة من الفترات فلها أن تأخذ ما يمنع الحمل مؤقتا حتى يزول ذلك العارض، لها أن تأخذ ما يؤخر عنها الحمل حتى يزول العارض إذا قال الأطباء إنه يضرها في هذه الفترة، لا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة تقول إذا داعبها زوجها أحست بخروج ماء منها، فلا تدري هل هو مني أو مذي، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ إن وجدت له لذة الرجل والمرأة، إذا وجد لذة من خروج هذا الشيء فهذا جنابة، عليهم الاغتسال. أما إذا خرج بدون لذة فإنه يعتبر من المذي، يغسل ويتوضأ، يغسل المخرج وينظفه ثم يتوضأ. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: غسل اليدين إلى المرفقين من أين يبدأ؟ وما رأيكم في من دائما يغسل يديه من مفصل الكف إلى مفصل المرفق؟ هذا غلط، يغسل اليدين من الأصابع إلى المرافق، لأن اليدين يبدأ من الأصابع اليد إلى المرافق. وأما غسلهما في بداية الوضوء فذاك سنة وليس من الوضوء، هذاك مقدمة ليس هو من الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أم زوجتي تصوم رمضان ولكنها لا تصلي، فهل يجوز أن أدفع زكاة مالي إليها رجاء أن تتوب وتلتزم بالصلاة علماً؟ لا يجوز، إذا كانت لا تصلي مصرة على ترك الصلاة فهي كافرة ولا يصح صيامها ولو صامت، ما يصح حتى تحافظ على الصلاة. فإذا لم تتب إلى الله فاعتبرها كافرة وقاطعها ولا تحبها ولا تعطيها الزكاة، لأن الزكاة لا تحل لكافر إلا في مسألة تأليف الكافر، وهذا من صلاحيات الإمام، هو اللي يعطي الزكاة للمؤلفة قلوبهم، إمام المسلمين. على كل حال إذا كانت مصرة على ترك الصلاة فاعتبرها كافرة ولا تعطيها الزكاة، أما أنك تعطيها النفقة تنفق عليها فهذا واجب عليك ولو كانت كافرة، فنفقتها واجبة عليك والإحسان إليها واجب عليك، لكن مع بغضها وبغض ما هي عليه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من وصف محبة الله بأنها إرادة الثواب فهو غالط، من قال إن محبة الله معناها الثواب فهو غلطان، وهذا تأويل باطل، بل محبة الله على ظاهرها، الله يحب جل وعلا ومحبته تليق بجلاله، ما هي مثل محبة المخلوق، هي من صفاته اللائقة بجلاله ولا نؤولها أو نحرفها. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين السنة والمستحب؟ لا فرق بينهما، السنة، المستحب، المندوب، كله لا فرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ، هل يؤجر العبد إذا قاطع المنتجات الأمريكية ابتغاء مساعدة إخوانه المسلمين من جانبه هو؟ هو يبي يأثر على الأمريكيين لما إنه ما شرى من منتجاته، ما هم مؤثرين عليهم ولا هم دارين عنه، فهذا لا نتيجة له ولا يؤثر شيئا ولا دريوا عنك مريت تقاطعهم ولا ما تقاطع. نعم. فضيلة الشيخ، ما هي صفة التسريح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
في تسريحه لشعره صلى الله عليه وسلم؟ أن يكده بالمشط، أن يكده بالمشط ويجعل له مفرق في الوسط، ويجعل الشعر على الجانبين، على الجانبين، ويكده بالمشط. نعم. فضيلة الشيخ، عند كتابة بعض الرسائل لبعض الإخوة أكتب في نهاية الرسالة كفارة المجلس، فهل عملي هذا صحيح؟ عند إيش؟ عند كتابتي لبعض الرسائل لبعض الإخوة أكتب في نهاية الرسالة كفارة المجلس، فهل هذا فعلي صحيح؟ لا، لأن إرسالك الرسالة ما هو مجلس. المجلس إذا اجتمعت أنت وإياه في مكان، هذا المجلس. أما إذا أرسلت له رسالة أنت ما جلست معه، ما هو هذا مجلس. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم المداومة على قول موسى صلى الله عليه وسلم، أي عند ذكر أحد الأنبياء الذين سبقوا محمداً صلى الله عليه وسلم؟ شيء طيب هذا، الصلاة والسلام على أحد الرسل إذا ذكرته طيب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الماجد من أسماء الله تعالى؟ نعم، ورد في قوله الحديث القدسي: ذلك بأني واجد ماجد، عطائي كلام وأخذي كلام، ورد في الحديث القدسي. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يكون غسل الكفين ثلاثا مع وجود الصنابير، صنابير المياه الآن؟ يصب عليك البزبوز وتغسلن، ثم يصب ثانية ثم تغسلن ثم يصب ثالثة، ما تعرف تغسل ثلاث تحت البزبوز. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لبسنا الكمامة حال الإحرام، وعندما عرفنا الحكم نزعناها، فهل علينا شيء؟ لا بأس بلبس الكمامة وأنت محرم، لأنها على الوجه ليست على الرأس. الممنوع تغطية الرأس، أما تغطية الوجه فلا بأس به. نعم، فلا بأس بلبس الكمامات للمحرم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اجتمع بعض الزملاء الذين ليس من عادتهم الصيام، وقالوا: نريد أن نصوم غدا، أي الاثنين مفردا دون الخميس سويا، فما حكم ذلك؟ هذا الاتفاق مبتدع، الاتفاق مبتدع. أما أنك تصوم الاثنين هذا سنة، لكن بدون اتفاق بينك وبين ناس وآخر. لا تدخلون على الناس البدع بهذه الطرق، وانهوا من يفعل ذلك. نعم. انتهت. أحسن الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.